بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ اليوم إن شاء الله بالدرس 28 الخاص بتقنية الـ ASP.NET Core. في هذا الدرس سنناقش Layout View in ASP.NET Core MVC. أنا محمد ما تعرفه. في هذا الدرس سأتعرف على Layout View وكيفية استخدامها بداخل تقنية الـ ASP.NET Core MVC. أوكي، الآن خلينا نروح مباشرة على Layout View ونشوف فعليا شو بيكون شكل أغلب المواقع. لو بتزور أي موقع إلكتروني موجود بداخل الإنترنت، فبالتالي رح تلاحظ انه اغلب التصميم بيكون كالتالي. بيكون في عندي ويب سايت هيدر، ويب سايت فوتر، وبيكون فعليا في عندي نافيجيشن منيو اما على الليفت او اما على الرايت. وكذلك ايضا بيكون في عندي هون اللي هو الفيو سبيسيفيك كونتنت، الكونتنت اللي انا بتعامل معاه اللي بيكون فعليا مشكل نسبه كبيره من اللي هو الموقع الالكتروني. اوكي، الان خلينا نرجع مباشره على البروجكت اللي اشتغلنا عليه خلال الدروس السابقه اللي هو الامبلوي مانجمنت. لو بنروح مباشره على الاندكس اللي هو فيو، راح تلاحظ انه بيحتوي داخلها على اللي هو HTML والهيد والبودي. لو بنروح ايضا على الديتيلز، راح تلاحظ انه ايضا هي تحتوي على على HTML الهيد وايضا البودي. راح تلاحظ انه فعليا في ريدندنسي بالكود، ففعليا في عندي كود عماله بيتكرر، وهذا الكود اللي بيتكرر راح يعمل لي مشاكل لقدام. انا اذا انا فعليا عمالي بدي أعدل، بدي أعمل أي عمليات مينتنانس، فبالتالي ما في داعي هذا الكود يكون موجود. أنا مهمني إنه فعليا الكود اللي خاص بنفس الفيو يحتوي على اللي هو الكود اللي خاص فيها فقط، ما بدي يحتوي على HTML والهيد وغيرها من هاي السكشنز. فبالتالي أنا مهتم جدا إنه كل فيو تحتوي فقط على الكود اللي بخصها، لا عمليا ما بدي أي شيء ثاني، تمام؟ فبالتالي إذن هاي اللي إحنا بنسعى لإله عمليا حتى تعمل هذا الأمر. فبالتالي لابد أنك تستخدم ما يعرف بالLayout. الآن تخيل معي إنه Layout هو نفس الماستر بيج اللي موجود بداخل ASP.NET Web Forms، تمام؟ فبالتالي عمليا هاي Layout هي بتضمن لك إنه هاي الكومن سيكشنز راح تكون موجودة بداخله، فبالتالي ما في داعي إنه يتكرر كل كود بكل فيو إلا فقط الكود اللي خاص بذلك أو بتلك اللي هو الفيو. أوكي، هاي اللي هي الأندرسكور Layout View، هي فعليا راح تكون موجودة بداخل فولدر اسمه شيرد. راح تلاحظوا معي عندي هون اللي هو الديتيلز فيو والاندكس فيو، هم موجودين بداخل الهوم، فبالتالي هم بيخدموا مين؟ بيخدموا الهوم كنترولر. لكن انا عندي اللي هو عملية اللي اوت، هي فعليا بتخدم كل اللي هو الابلكيشن، فبالتالي هي ما بتخدم كنترولر محدد، تمام؟ فبالتالي هي اصلا ما بيتم استخدامها بشكل مباشر، فبالتالي لابد انها تكون موجودة على مستوى الفيو وليس على مستوى اللي هو الهوم او اي فولدر تاني. فبالتالي راح تكون هي فعليا موجودة بداخل فولدر اسمه هذا الفولدر اللي هو shared. اوكي، وبداخل هذا الفولدر اللي اسمه فعليا اللي هو shared، فعليا راح يكون في عندي هو عمليا layout view. فبالتالي الان راح اقوم مباشره بعمل عندي هون اللي هو new item. الان لو باجي مباشره ببحث على razor، راح تلاحظ انه فعليا في عندي اكثر من تايب من هاي اللي هي razor. انا فعليا راح استخدم عندي هون اللي هو razor mean layout. راح تلاحظ انه razor عمليا layout، والrazor عمليا view start، والrazor فعليا view imports عمليا ببلشوا باندر سكور، تمام؟ ببلشوا باندر سكور انهم فعليا مش موجهين لانهم بيخدموا كنترولر محدد، فبالتالي هو عمليا كومون على مستوى الابلكيشن، تمام؟ الان راح اروح مباشره واقوم باختيار الريزر لي اوت. راح عمليا ابقي على نفس الاسم اللي هو اندر سكور لي اوت. راح اقوم فعليا باضافه عندي هون اللي هو اد. راح تلاحظ انه هو بيحتوي عمليا على HTML الهيد والبودي والديف، وايضا في عندي هون سيكشن اللي هو اندر عمليا اللي هو at اللي هو render من body. الآن هذا render body هو فعليا المكان اللي بنعمل فيه inject لكل view، فبالتالي كل view فعليا بتكون بتم عرضها ضمن هذا اللي هو ضمن هذا المكان اللي هو موجود عندي هون اللي هو بداخل الديث اللي هو render اللي هو عمليا body. اوكي، لانه برجع مباشره على الاندكس، وفعليا خلينا نشطب عندي هون اللي هو ال HTML، و فعليا عندي اللي هو خلينا نحكي اللي هو البودي زي ما احنا فعليا شايفين، وكذلك الامر راح اقوم بحذفها من الاسفل زي ما احنا فعليا شايفين عندي، وبعدك راح اقوم بعمل عندي اللي هو سيف،
تمام، وفعلا نشطب عندي هون ال HTML الموجودة. الآن خلينا نروح أيضا على الديتيلز الموجودة عندي هون، وأيضا خلينا نروح نشطب عندي عمليا ال HTML والهيد والبودي سيكشنز الموجودين عندي هون زي ما احنا فعليا شايفين. الآن لو باجي مباشرة بعمل نافيجيشن على البروجكت من خلال الضغط على كنترول و F5، وفعليا خلينا نشوف شو اللي راح يعطيني إياه الأبلكيشن. الآن لو بروح مباشرة على الأبلكيشن راح تلاحظ إنه عرض لي الداتا بدون أي مشاكل. الآن لو بروح على الديتيلز أيضا عرض لي إياها بدون أي مشاكل. الآن لو بعمل رايت كليك عندي هون ومباشرة بعمل فيو بيج سورس، راح تلاحظ انه اعطاني البيج سورس عندي هون اللي هو نفس عندي اللي هو نحكي ال HTML ريزر الموجود بداخل الفيو. هذا يعني انه عمليا لغاية اللحظة لم يتم فعليا عندي بداخل البروجكت، بالتالي بداخل اللي اوت لم يتم عمليا اخبار اللي اوت انه هاي الديتيلز وهاي الاندكس هو مكانها بداخل هذا اللي هو الديف. فبالتالي حتى انك تخبرها، فبالتالي احنا بحاجة انه نضيف مكان هاي اللي اوت بداخل كل فيو. فبالتالي الان لو بدي اروح مباشرة عندي هون مثلا اللي هو بداخل الاندكس، راح اروح مباشرة عندي هون واستخدم عندي هون اللي هو at blockchain زي ما احنا فعليا شايفين، ومباشرة راح اجي احكي له فعليا في عندي انا هون اللي هو اللي اوت الباث بتاعها راح يكون موجود. طبعا نبدا بالروت اللي هو بالتيل كاركتر، عشان هيك انا دخلت التيل كاركتر. بعد هيك مباشره بداخل عندي هون اللي هو الفيوز، وبعد هيك مباشره بداخل الشيرد فولدر الموجود عندي هون، وبعد ذلك راح احكي له انه فعليا اسمها لاي اوت تمام دوت عندي هون اللي هو سي اس اتش تي ام ال. اوكي تمام. وايضا بعد ذلك انا مثلا بامكاني ابعث ايضا اللي هو اسم عندي الفيو، راح تلاحظ من ضمن اللي اوت عمال عندي هون في عندي هون اللي هو الفيو باج، راح تلاحظ انه عندي هون اللي هو الفيو باج دوت تايتل. لو كان عمليا حجم البيانات كبيره مش من المنطق انك فعليا تقوم باضافه عندي هذا السكشن تمام، لكن بما انه هو فعليا عندي هون بيحتوي على اسم الفيو فبالتالي من المنطقي انه يكون موجود داخل عندي اللي هو اللي اوت. اوكي، لان لو بدي اعرض فعليا اسم عندي هون اللي هو البيج او الفيو فبالتالي بكل بساطه راح اقوم ايضا عندي هون بمنادات عندي اللي هو الفيو باج زي ما احنا فعليا شايفين. اوكي، وبعد هيك مباشره راح نيجي نحكي له دوت تايتل. اوكي، طبعا انا هون بما اني ضمن البلوك تشين انا مش بحاجه اني اقوم فعليا بوضع عندي هون اللي هو الات. اوكي، الان مباشره راح اجي احكي له عندي انا هون اللي هو الفيو باج دوت عندي التايتل بيساوي عندي هون اللي هو امبلوي. فعليا عندي هون احنا ضمن الاندكس ممكن نسميها مثلا امبلوي ليست. اوكي تمام، الآن راح ناخذ نفس هذا اللوجيك الموجود عندي هون وراح اقوم فعليا باضافته بداخل عندي اللي هو details view. فبالتالي راح اعمل منها copy ومباشره راح اقوم عندي باضافتها عندي بهذا اللي هو اللوكيشن. الآن خلينا نرجع مره ثانيه نضغط على كنترول و F5 ونشوف فعليا شو اللي راح يعطيني. الآن انا هيك موجود ضمن عندي اللي هو الهوم، ضمن خلينا نجي نحكي الاندكس على سبيل المثال. اوكي، الان لو بعمل رايت كليك وبعمل عندي هون اللي هو فيو بيج سورس راح تلاحظ انه تم اضافه عندي هون اللي هو ال HTML والهيد والبودي سيكشنز، راح تلاحظ انه هذا هو المكان اللي تم عمل فيه انجكشنز بحيث انه تم اضافه عندي اللي هو الفيو بهذا اللي هو اللوكيشن. اوكي، الان خلينا ناخذ بشكل سريع خلينا نحكي معلومات عامه عن هاي اللي هي الفيو تمام. لكن قبل ما نبدا خلينا نحكي معلومات عامه عن الفيو او مراجعه عامه، خلينا نلاحظ انه فعليا تخيل انه فعليا في عندي اكثر من 200 فيو بتعامل معهم، مش من المنطقي ابدا انك تقوم فعليا باضافه عندي في كل فيو وين اللوكيشن تاع اللي اوت وفعليا اسم البيج، وهذا امر عمليا مش عملي لما يكون فعليا عندك بروجكت عمليا هيوج. فبالتالي رح نتعرف على كيفيه معالجه عمليا هذه النقطه في الدروس القادمه ان شاء الله. الان كمراجعه سريعه على اللي هو اللي اوت، فعليا اللي اوت بضمن لك انه فعليا الابلكيشن ممكن يكون له خلينا نجي نحكي شكل متناسق متكامل مع بعضه البعض لكل عندك الفيو. وطبعا بدك تنتبه انه ممكن يكون في عندك الابلكيشن له اكثر من لي اوت، فمثلا بدي يكون عمليا الابلكيشن نفسه يكون
له لاي اوت خاص مثلا بالادمنز، وبدي ايضا يكون له شكل ثاني او لاي اوت ثاني خاص فعليا باليوزر. اوكي، فبالتالي ممكن يكون الابلكيشن له اكثر من لاي اوت. وطبعا زي ما ذكرت انه هو مشابه تماما للماستر بيج الموجود بداخل اي اس بي دوت نت ويب فورمز، وهو بالنهايه مجرد عباره عن فايل موجود، وهذا الفايل بيكون له اكستنشن اللي هو سي اس اللي هو اتش تي ام ال، والديفولت نيم له اللي هو لاي اوت دوت سي اس اتش تي ام ال، وبالعاده بيكون موجود ضمن عندي الفيوز ضمن اللي هو الشيرد فولدر. تمام، والابلكيشن زي ما ذكرت ممكن يكون فعليا في له اكثر من لاي اوت فيو. اذا هذا هو كل شيء بالنسبه لدرسنا اليوم، بتمنى يكون درس اليوم واضح وسهل. اخيرا thanks for listening and have a great day.